شوف الفيلم شاهد الفيلم تعتقد بأن هذا الفيلم انصنع طريقة شوية أبسط أو أسهل وإلى آخره، بس هي بالحقيقة لا، بالحقيقة هو جدا صعب كان، خصوصا أنه أنت تصور قصة مو واضحة بالنسبة لك بالبداية، لأنه خل نحكي بشكل واقعي، أنا الستوري بالبداية ما كان واضح لي. ستيب باي ستيب بالتصوير، أثناء التصوير أنا كنت أكتب، فهنا بدأت تجمع القصة وإلى آخره، فكانت كثير صعبة، خصوصا تنقلاتنا بين بغداد، وكنا بالصيف، كنا بس أنا وسيف. شروق ما حلو هيا. كنا يعني بعض الأحيان كنا نتعامل ويا الكاميرا بشكل مخفي يعني. إضافة إلى تطور مثل ما لاحظتوا أنه التطور صار بالصورة بعدين ويا الفيلم، يعني بدت تطلع الأشياء بشكل واضح بالنهاية. كنا نتعامل ويا الكاميرا الدي اس ال ار كانون 5 دي مارك 3 والعدسات العدسات اللي هي الزوم لينس، يعني هم حتى بدون اضاءة بدون تكلف بالصورة كانت الاشياء على طبيعتها. فبالتالي واجهتنا كثير احداث، طبعا من ضمن هاي الاحداث كنا نفوت الاماكن كثيرة، هاي الاماكن ملغمة وإلى آخره، وكان داعش موجود على الحدود يعني قريب كثير قريب علينا. بنفس الوقت كنا احنا نفوت بهاي الأماكن الملغمة بالكامل بس على مسؤوليتنا، حتى كانوا الناس اللي كنا نروح نصور معاهم كانوا يقولون بأنه على مسؤوليتكم، يعني انتوا راح تفوتون للمكان بس ما نعرف شنو ممكن يصير ياكم. تمام، فتعلمنا الحب، تعلمنا التسامح، تعلمنا التقبل، تعلمنا القوة، تعلمنا الصبر، تعلمنا الانتظار. فباعتقادي هذا الشيء صعب الواحد يتعلمه إلا بتجربة غنية مثل تجربة القصة الخامسة. وهذا خلص يعني.